9 قروش. من أسبوعين ابتليت من أولادي ببلية، هي أني كلما دخلت الدار تعلقوا بطالبين تمثال العبد الأسود من طربوش الأحمر، وأنا لا أدري ما هذا التمثال ولا أعرف من أين آتيهم به، وهم يلحون لا يشغلهم عنه شيء في غال من غال اللعب ونادر الطرف، حتى كرهوا إلي البقاء في البيت. وكنت مرة خارجا إلى عملي مستعجلا، فوجدت بائعا يحمل هذه التماثيل ينادي الواحد بقرش، ففرحت به فرح الضال في البادية يرى المعالم الطريق، واشتريت تمثالين وحملتهما معتزا بهما كأني أحمل كنزا، وعدت بهما حتى إذا دنوت من الدار وجدت ولدين صغيرين قاعدين في ظل الجدار. فلما أبصر التمثالين برقت عيناهما ودنا رأساهما في حمس، وارتفعت يداهما في إشارة خفية متحيبة، وشخص بصراهما كما يفعل شابان غريران طلعت عليهما من الطريق فتاة فتانة، وقام فتبعان وعيونهما معلقة بالتماثيل. فلما رأيت ذلك منهما فكرت أن أدفعهما إليهما، ولكني خشيت أن أرجع فلا أرى البائع، وتحيلت رغبة أولادي فيهما، فلم تطب نفسي أن أحرمهم هذه المتعة، ولم أستطع الإعراض عن الولدين فقيرين، فدعوتهما فدفعت إليهما قرشين وقلت لهما هو ذا البائع فالهقاه فاشتري مثلهما الواحد بالقرش. فأخذ القرشين وأحدي بمثلهما أن القرش الصاغ ثروة له لا يناله إلا بشق النفس، فما حفل بهما ولا حشنهما، ولبثا شاخصين في التمثالين كأنهما لم يري القرشين ولم يسمع الكلام، أو كأن أقلهما فارقهما فاستقر على ما في يدي فلم يفحم كلامي، وحاولت نسيانهما وسرت، فتبعاني كأنهما كلبان، وكنت أحس بحر نظراتهما على ظهري وبثقلهما على روحي، فأحم أن أمد يدي باللعب إليهما، ثم تدركني محبة الولد فأكف، حتى وصلت الدار وصورتهما أمام عيني تمنع عنهما رؤية فرحة أولادي باللعب وتواثبهم إليها. ولما خرجت وجدت الولدين لا يزالان في الطريق يفتشاني عن البائع، يعدوان هنا وهناك كأم أضاعت سفلها ولا تدري أي سبيل سلك، فدعوتهما فأفرغت روعهما وسألتهما عن اسميهما، فمشيا معي فما درت مع الطريق دورة حتى لقيت البائع أمامي، فاشتريت لهما تمثالين وتركت في القرشين، ووجدت حول البائع أولادا مثلهما، فقلت لهم أعطي كل ولد تمثالا، وكانوا 9 فدفعت إليه 9 قروش. هل تصدقون أو أحلف لكم أني لما نظرت في وجوه الأولاد وقد بدا فيهما بهاء الفرح، وما عرفت هذه الوجوه الفرح فقط ولا حتى عليها سمات الطفولة الراضية الشاكرة، وما كان يلوه عليها إلا الألم والحقد المرير، وأشرق عليها نور إلهي سطع من وراء ما حملت من الأوساخ والأقدار. ولما رأيت عيون الأمهات الواقفة تدمع وألسنة الرجال الواقفين تدعو، أحسست في قلبي بفرحة لا تعدلها فرحة الجائع بالمائدة الملكية المترعة، ولا الضجر بالقصة العبقرية الممتعة، ولا المحبة المدنفة بلقاء الحبيب بعد طول الهجران. لا والله، فتلك أفراح أرضية وهذه فرحة سماوية، قد تعيش الآلاف البشر وتموت ولا تحس مثلها. وشعرت كأني كبرت في عين نفسي،
وأني صرت أقوى وأقدى، وأني نلت الأماني ومتعت بالخلود. إننا ننفق كثيرا من المال، نشتري به يسير المتع، وهذه متعة ما يكاد يجد الإنسان مثلها. نلتها بتسعة قروش، وما تسعة قروش بالنسبة لي؟ إنها شيء كالعدم، شيء لا يغنيني وجوده ولا يفرقني فقده. فهل تحبون أن تشتروا مثل هذه المتعة؟ هل تحبون أن تعرفوا ما هي لذة الروح وما هي راحة القلب؟ هل تريدون أن تذوقوا نعيم الجنة وأنتم في الدنيا؟ لا تحسبوا أني أصف كلاما وأرصف ألفاظا، إني والله أسوق لكم حقائق فإن أردتم معرفتها. ففتشوا حولكم عن هذه الطفولة المحرومة وهذه النفوس المعذبة، وثم أولوها الإحسان. وليست قيمة الإحسان بكثرة المال، إن المال ينفع الفقير ولكنه لا ينزع من قلبه النقمة على الحياة، ولا يستل منها بغض الأغنياء ولا يملأها بالحب. إن الذي يفعل هذا كله هو العطاء، وأن تشعر الفقير بأنه مثلك، وأن تعيد إليه كرامة وعزة نفسه. ورب تحية صادقة تلقيها على سائل أحب إليه من درهم، ودرهم تعطيه فقيرا، وأنت تصافحه يكون آثار عنده من دينار تدفعه إليه متكبرا مترفعا، يدك تمتد إليه بالماء ووجهك يجرعه كأس الإذلال. إن كل غني يستطيع أن يتصدق بالكثير، ولكن غني القلب بالإنسانية والنبل والحب هو الذي يستطيع أن يتصدق مع المال بالعاطفة والمنعشة. فلا تضلوا على الفقراء بإنسانياتكم، ولا تبخلوا عليهم بعطاء قلوبكم، وذكروهم أنهم لا يزالون معدودين من البشر، وأنهم مثلكم لأب واحد ولأم واحدة لآدم وحواء، وأنهم لم ينحدروا إلى دركة الدواب والبهائم. ذكروهم بهذه الحقيقة التي طالما نسيتموها أنتم ونسوها هم أنفسهم، ولما لا ينسونها وهم يعيشون كما تعيش البهائم، ينامون مثلها على الأقدار في الأكواخ والحقول وفي الأزقة المعتمة وفي الخرائب المحجورة، ويأكلون مثلها من فضلات الناس، ويشربون مثلها من البرك الآسنة والأنهار العكرة، ولم ينالوا تعليما يرفعهم عنها ولا مدنية تميزهم منها. يسحرون في عصر الكهرباء على السرج والقناديل، ويركبون في أحد الطيران على العربات التي تجرها الحمير، ويسكنون في الأكواخ على التراب في زمن ناطحات السحاب. ومن تشبه منهم بالناس المتحضرين لم يكن يصلوا إلى مثل حضارة الإنسانية الأولى، يحلق مثل الناس ولكنه يقعد على الأرض على رصيف الشارع، وبيديه مرآة مكسورة يرى فيها وجهه، والصابون القذر يغطيه، وموسى الخلاق المفلولة تجري فيه، والدم ينبثق من نواحيه، ثم تمر على هذا الوجه البشري ممسحة لا ترضونها أنتم والله لمسح أهليتكم. ويركبون مثل ما يركب الناس، ولكن على عربات الكارو العشرة على متر مربع من الخشب، محمولين على دولبين من الحديد يسحبه حيوان هزيل، والعربة ترتج بهم فترقص معدهم وتزلزل أمعاءهم، ثم لا تصل بهم إلى نهاية الميل الواحد إلا بعد ساعة. ولهم قهوات، ولكن قهواتهم إسطبلات فيها ركائز تسمى مناضد أمامها عيدان تدعى كراسي. ولهم مطاعم، ولكن مطاعمهم يقدم فيها المرض في طباق قذرة. فتداركوهم قبل أن يكفروا بالإنسان، فينقلبوا حربا عليه، حربا ليس معها آمان،
أشعرهم أنه لا يزال في الدنيا فضل وعدل ونبل، ليجد كل واحد منكم على من هو دونه، لا بالمال الوحدة بل بالعاطفة والتواضع والإنسانية. الرئيس على المرؤوس، والوزير على الوكيل، والوكيل على المدير، والضابط على العريف، والعريف على الجندي، فإن كل واحد من هؤلاء هو اليوم عبد لمن هو أعلى منه، وفرعون على من هو دونه، يتكبر عليه من هو فوقه، ويتكبر هو على من تحته، حتى أن الشرطية لا يطغى على البائع المتزوج، والبائع يطغى على امرأته، والمرأة على ولدها، والولد على القطة يضربها بالعصا أو الكلب يرميه بحجر. كل يحاول أن يظلم كما ظلم، والمجرم أكبر هو الظالم الأول. إنهم كالحيوانات، الجرادة تأكل البعوض، والعصفور يأكل الجرادة، والحية تقتل العصفور، والقنفذ يقتل الحية، والثعلب يستو على القنفذ، والذئب يستو على الثعلب، والأسد يفترس الذئب، والإنسان يقتل الأسد، والبعوضة تقتل الإنسان، فتغلق الحلقة على العدوان بعد عدوان. كم تلقون كل يوم ممن هم دونكم، فلا تتفضلون بالتفات إليهم، ولا تفكرون فيهم، ولا تشعرون بوجودهم، ثم تتألمون إذا أعرض عنكم من هو فوقكم، وتجاهل مكانكم، وترون ذلك جرحا لشعوركم، وكسرا لقلوبكم. فلماذا تطلبون ممن فوقكم ما لا تعطونه من هم دونكم؟ أليس لهؤلاء نفوس تحس وقلوب تتألم؟ مررت أمس بسائلة على شاطئ النيل الصغير في الروضة، وأمامها بنت لها تحبو، وصلت إلى كومة أوساخ فنبشت فيها حتى وجدت بقية لعبة، فحملتها فرحة بها وعادت إلى أمها مستبشرة، فأخذتها منها أمها ومسختها وحاولت أن تصلحها وتعيد الحياة إليها، وقد فارقتها الحياة منذ أزمن. فلويت وجهي ألما من منظر هذه القذارة، ثم عدت ألوم نفسي وأسائلها، ما ذنب هذه الأم إذا أحبت ابنتها وأرادت إسعادها؟ وما ذنب هذه البنت إذا طلبت بحق الطفولة الطبيعي باللعب؟ لماذا أشتري لبناتي كل أسبوع لعبة، ولم يخطر على بالي أبدا أن في البلد أطفالا لا يجدون لعبة؟ نحسب أننا إذا أطعمنا أطفال الفقراء الحبس فقد أدينا حق الله وحق المروءة والإنسانية علينا، ولكن الطفل لا يكفيه الحبس ولا يرضيه، وهو يرى أطفال الناس يمرون به كل ساعة، وعليهم أبحث ثياب، ومعهم أغلى اللعب. إنه بين أمرين، إما أن يتبلد حسه وتموت نفسه فلا يطمع أن يجاري هؤلاء، ولا يأمل أن يكون مثلهم أبدا، فينشأ ضعيف الحمة ذليلا مهينا، فيكون من أسباب الضعف لهذه الأمة وحوانها على الأمم، وإما أن يثور ويغضب ويمتلئ قلبه الصغير حقدا، ثم يكبر ويكبر الحقد معه حتى يكون عدوا للمجتمع ونقمة على الناس، يظلمهم كما ظلموه، يسرق من يستدع سرقة ماله، ويزهق روح من يتمكن من إزهاق الروح، وينشر الفساد في الأرض. فلماذا نجعل من هؤلاء الأطفال الأعداء لنا؟ لماذا لا نحبهم فتعلمهم الحب؟ أليس أزهارا من روض الحياة؟ أليست كل زهرة خلوة ولو علاها الغبار؟ أليس كل صغير جميلا ولو كان قطا أو كلبا؟ أفنحب القطة الصغيرة ونمسحها ونضعها على الأحضان ونكره هؤلاء الأطفال؟ وما لهم؟ ألأنهم قذر الوجوه والثياب؟ إن القذارة لا تحب، لكن هذا ذنب أمهاتهم، لا يغسلن وجوههم وهن على النيل، لا
بل هو ذنبي وذنب كل واحد منكم وذنب الكتاب وأولي الأمر. إنهم لم يعلموا هؤلاء الأمهات النظافة ولم يقل لهن أحد إن النظافة لازمة والوساخة مؤذية، ومن يقل لهن وهن شهادات على الطرقات لا يكلمن أحدا بغير السؤال ولا يكلمهن أحد أبدا. وما يدريني أن ابنتي أو ابنتا أحدكم لا سمح الله ستلقى مثل هذا المصير؟ من منا أخذ على الدهر عهدا ألا يزيل عنه نعمة؟ هل أمن المرض والفقر؟ هل أوقفنا حركة الفلك؟ وهل نسينا أن في الوجود إلها وأن بعد الدنيا آخرة؟ فكيف سوغنا لأنفسنا مع هذا كله إحمال هذه الإنسانية الصغيرة المبرأة الطاهرة؟ لقد كان فينا مقلدون متحذلقون ألفوا جمعية للرفق بالحيوان، ولكن لم ينشأ فينا إلى اليوم من يؤلف جمعية للرفق بالإنسان. لقد بلغ الهزي من نفوسنا أن يوجد فينا أناس يطعمون الكلاب المدللة اللحم السمين والشوكولاتة الغالية، وحولهم بشر لا يأكلون اللحم مرة في الشهر ولا يتذوقون الشوكولاتة أبدا. إذا شئتم أن تذوقوا أجمل لذائذ الدنيا وأحلى أفراح القلوب فجودوا بالحب وبالعواطف كما تجودون بالمال.